سبحي نعده رددي ورا كلامه بأعلى صوت يا جبال سبحي نعده رددي ورا كلامه بأعلى صوت وداود هزم جالوت وورث سليمان داود وداود هزم جالوت وورث سليمان داود وورث سليمان داود لعربه وقال اديني ملكي ما يورثهوش حد بعدي تعب يقين علشان حكيم وقال يا رب لبي لي طلبي لعربه وقال اديني ملكي ما يورثهوش حد بعدي تعب يقين علشان حكيم وقال يا ربي لبي لي طلبي ملك سليمان انس وجان سخر له الريح بأمره كمان بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد خير خلق الله. نشرع بتوفيق من الله عز وجل في سرد قصة النبي سليمان الحكيم، ولكن في البداية نتعرض لوالده سيدنا داود، وسنبدأ قصة داود من بعد عرض لما بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام، لنعرف كيف انحدرت بنو إسرائيل بمعصيتها لله تعالى ومبارزة الله بالذنوب. تاهوا في الأرض 40 عاماً. بعد رفضهم دخول مدينة الجبارين، بنو إسرائيل أضعف من الجبارين. لن ندخل مدينة الجبارين ما داموا فيها. لا طاقة لنا بهم، لهم أقوى منا ونحن لا نستطيع قتالهم. كانوا يسيرون كل يوم جادين لكي يخرجوا من التيه حتى سئموا. متى نخرج من هذا المكان؟ ليلنا كصباحنا وصباحنا كليلنا، متى يغفر لنا الله لنخرج من هذا التيه؟ لقد سئمت العيش، يا ليتنا حاربنا الجبارين، فإما الموت وإما النصر. لا أستطيع أن أكمل حياتي تائهاً في الأرض هكذا. إنها دعوة موسى علينا بعد أن عصيناه. ونزلوا فإذا هم في الدار التي منها ارتحلوا، وقد اشتكوا إلى موسى عليه السلام مما حدث لهم، فأنزل الله عليهم المن والسلوى، وأعطاهم موسى من الكسوة ما هي قائمة لهم. بعد أن عاش بنو إسرائيل في التيه 40 عاماً كاملة، تولى أمرهم نبي من أنبيائهم هو يوشع بن نون عليه السلام. أتعلم أن يوشع بن نون
أجهز جيشاً لقتالنا نحن الجبارين. من؟ يوشع بن نون يجهز جيشاً؟ دعه يجهز ولنرى ماذا سيفعل. نحن الجبارين، من يجرؤ على قتالنا؟ يا إلهنا، يا إلهنا، لك من المال والذهب، لك من الذبائح والغنائم ما تشاء، ما تشاء، لكن انصرنا على بني إسرائيل. لا تمكن بني إسرائيل منا يا إلهنا، لا تمكنهم من القوم الجبارين، وهذا هو أول الغيث. خذ، خذ يا إلهي ذهباً وفضة، خذها كلها لك، لك وحدك، ولكن لا تشمت بنا الأعداء الغزاة. وأصبحوا بنو إسرائيل على أبواب صراع قادم مع قوم فلسطين الجبارين. لن نهزم اليوم من بني إسرائيل، لن نهزم اليوم من بني إسرائيل. إنهم يظنون أن نبيهم يوشع بن نون سوف يكون سبباً في هزيمتنا وإسقاط دولتنا المجيدة. لا أدري ما معنى النبي ولا النبوة أصلاً. يا إلهي، أنت إلهي أيها القدير، تستطيع أن تنصرني على يوشع وعلى بني إسرائيل. ومن العجيب يا مولاي أنهم لا يحاربون يوم السبت. لا يحاربون يوم السبت ونحن في يوم الجمعة. فلنستدرج بني إسرائيل بحرب طويلة وكرا وفرا حتى يدخل الليل. هذه خطة جيدة، حتى إذا غربت الشمس وجاء الليل أجهزنا عليهم. لقد هزموا قبل أن يحاربوا. نبينا يوشع بن نون
سيدخل بنا فلسطين. يا لسعادتي، من بعد سنوات التيه سندخل فلسطين. أين التابوت؟ أين تابوت الميثاق؟ أين تابوت العهد؟ إن فيه ألواح موسى وعصاه، فدافعوا عنه، دافعوا عنه ولا تتخاذلوا. نريد أن نصل إلى فلسطين قبل غروب الشمس، فنحن في يوم الجمعة والقتال محرم علينا في يوم السبت. هيا يا جنود فلسطين، هيا يا جنود فلسطين، هيا إلى القتال ليرى يوشع بن نون قوتنا. نحن الجبارين، إلى القتال، إلى القتال. يا جبال سبحي مع داود، رددي ورا كلامه أعلى صوت. يا جبال سبحي مع داود، رددي ورا كلامه أعلى صوت. وداود هزم جالوت وورث سليمان داود، وداود هزم جالوت وورث سليمان داود، وورث سليمان داوود. العرب وقال الديني ملك ما يورثهوش حد بعدي، دعا بيقين علشان حكيم وقال يا رب لبي لي طلبي. العرب وقال الديني ملك ما يورثهوش حد بعدي، دعا بيقين علشان حكيم وقال يا رب لبي لي طلبي. ملك سليمان انس وجان، سخر له الريح بأمره كمان، أسلمت معاه. ملك سليمان